بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى الباب الأربعون: في المؤمن يجتهد في استعمال ما ذكرنا في هذا الكتاب، ثم فيما ذكرنا في الأربعين التي خرجناها في شعار أهل الحديث، ويستعين بالله في جميع ذلك. فإذا حان حينه الذي لم ينجو منه نبي مرسل ولا ينجو منه ملك مقرب، أحسن الظن بالله عز وجل ورجى رحمته وجعل عليها اعتماده كما أمر به المصطفى عليه الصلاة والسلام، وذلك فيما أخبرنا أبو محمد جناح بن النذير بن جناح القاضي بالكوفة قال حدثنا أبو جعفر بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله عز وجل. قال المصنف أخرجه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب الأربعون خاتمة أبواب هذا الكتاب النافع المفيد، وقد جعله المصنف رحمه الله تعالى في الحث على العمل بما ذكر في الكتاب، وألا يكون حظ من قرأ الكتاب وتعلم ما فيه مجرد المعرفة والاطلاع على ما اشتمل عليه من معان عظيمة، بل ينبغي أن يجتهد كما يقول المصنف رحمه الله في استعمال ما ذكر في الكتاب، وهذا هو ثمرة العلم ومقتضاه، فإن ثمرة العلم العمل، بل قال علي رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فالذي ينبغي على العبد أن يكون مستعملا هذه الأعمال العظيمة المنتقات في هذا السفر، والكتاب حوى خيرا عظيما وفوائد عظيمة وأحاديث منتقات نافعة جدا وتبويبات نافعة. فالذي ينبغي على العبد الذي وفقه الله عز وجل لقراءته أن يجاهد نفسه على العمل ثابتا على ذلك مستقيما عليه إلى أن يحين حينه وتدنو منيته، التي كما يقول المصنف: لم ينجو منها نبي مرسل ولا ينجو منها ملك مقرب. فإذا دنا الموت أحسن الظن بالله عز وجل ورجى رحمته عز وجل وجعل عليها اعتماده، أي لا يجعل اعتماده على أعماله، بل يجعل اعتماده على رجاء الرحمة وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله عز وجل. أخرجه مسلم في كتابه الصحيح، وقد رواه أحمد وزاد فيه: فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله ثم تلا قول الله عز وجل: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ولهذا ينبغي أن يعلم أن حسن الظن بالله عز وجل يعد مقاما عظيما من مقامات الدين الرفيعة، فإن الله عز وجل عند ظن عبده به
وهو جل وعلا لا يضيع أمل آمل ولا يضيع عمل عامل. قد جاءت النصوص الكثيرة في الحث على حسن الظن بالله وبيان ما يترتب على ذلك من ثواب وآثار عظيمة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. وروى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ويوضح هذا الحديث ما جاء في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن شرا فله، أي أن للعبد ما ظن بربه جل في علاه. فإن ظن بالله أن يقيل عثرته ويغفر زلته ويقبل توبته ويرفع درجته ويعظم مثوبته فله هذا الظن بربه جل في علاه، ومن ظن خلاف ذلك فله أيضا ما ظن بربه. فإن للعبد في هذا المقام ما ظنه بربه، فإن ظن الخير فله الخير، وإن ظن خلاف ذلك فله ما ظن. ولهذا الذي ينبغي على العبد أن يكون مجاهدا نفسه على حسن العمل وحسن التقرب إلى الله عز وجل، ولا يتكل على أعماله ولا يعتمد على طاعاته، بل يرجو رحمة الله ويظن بربه سبحانه وتعالى خيرا. وحسن الظن بالله معدود في أعظم الخصال وأشرف الصفات. روى ابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله. والذي لا إله غيره، لا يحسن عبدا بالله الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، ذلك بأن الخير في يده. الحاصل ينبغي على المسلم أن يكون دائما حسن الظن بالله، وأن لا يتعظمه ذنب أن يتوب منه، بل يتوب من ذنوبه وخطاياه وإن عظمت، ويقبل على الله راجيا أن يغفر الله له وأن يتجاوز عنه وأن يثبته على الحق. وحسن الظن بالله مبني على حسن المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته، وأنه واسع المغفرة واسع المن واسع الفضل. لكن أيضا ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن حسن الظن أيضا مبني على حسن العمل، لأن العمل إذا كان سيئا قبيحا حال بين العبد وبين حسن الظن، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن أحسن الظن بالله فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بالله فأساء العمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا شباب بن سوار عن هشام بن الغازي البغدادي قال حدثني حيان أبو النضر قال: قال لي واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: قدني إلى يزيد بن الأسود رضي الله عنه، فإنه قد بلغني أن لما به. قال: فقدته فدخل عليه وهو ثقيل قد وجه، يعني نحو القبلة، وقد ذهب عقله. قال: نادوه فقلت: إن هذا واثلة أخوك. قال: فأبقى الله من عقله أن سمع أن واثلة قد جاء. قال: فمد يده فجعل يلتمس بها، فعرفت ما يريد، فأخذت كف واثلة فجعلتها في كفه، وإنما أراد أن يضع يده في يد واثلة، وذلك لموضع يد واثلة رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يضعها مرة على صدره ومرة على وجهه ومرة على فيه. فقال واثلة رضي الله عنه: ألا تخبرني عن شيء أسألك عنه؟ كيف ظنك بالله؟
قال أغرقتني ذنوب لي، أشفيت على هلكة، ولكن أرجو رحمة الله. قال فكبر واثله، وكبر أهل البيت بتكبيره، وقال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في قصة عيادة واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه ليزيد ابن الأسود في مرضه. قال فقد بلغني أن لمن به كذا لفظه هنا في الأربعين، ولفظه عند المصنف في شعب الإيمان أن ألما نزل به، وهذا هو الواضح. فدخل عليه عيادة له وكان ثقيلا، وجهه نحو القبلة، كان اشتد به المرض، فقال له واثلة ناصحا ومذكرا: ألا تخبرني عن شيء أسألك عنه؟ كيف ظنك بالله؟ أغرقتني ذنوب لي، أشفيت على هلكة، ولكني أرجو رحمة الله. فكبر واثلة وكبر أهل البيت بتكبيره، وقال الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فهذا فيه كما تقدم فضل حسن الظن بالله عز وجل، وأن هذا العمل العظيم والمقام العظيم من مقامات الدين ينبغي أن يكون خاتمة العبد في هذه الحياة، كما تقدم معنا في الحديث الأول: لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله عز وجل. ولهذا كان هذا النهج من الصحابة مثل ما فعل واثلة، تذكير من كان مريضا أو اشتد به المرض أو ظن دنو منية، أن يذكر بهذا المقام العظيم، أن الله رحيم، وأن فضله عميم، وأنه يغفر الذنوب، وأنه يتجاوز عن السيئات، وأن رحمته واسعة، حتى يقوى جانب الظن بالله عز وجل في هذا المذكر الموصى. وهذا حاصل قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله، أي بأن الله عز وجل يغفر زلته ويرفع درجته ويتوب عليه ويعفو عنه، يحسن ظنه بربه، والله عز وجل عند ظن عبده به. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا وأبشروا واعلموا أنه لن ينجو أحد بعمله. قالوا: ولا إياك يا رسول الله. قال: ولا إياي إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال المصنف رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة وأبي كريب عن أبي معاوية في الدعوات. ثم ختم المصنف الحافظ البيهقي رحمه الله هذا الباب الذي هو خاتمة هذا الكتاب بهذا الحديث العظيم عن أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: قاربوا وسددوا وأبشروا واعلموا أنه لن ينجو أحد بعمله. قالوا: ولا إياك يا رسول الله. قال: ولا إياي إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهذا فيه حث على مجاهدة النفس على العمل والطاعة. سددوا وقاربوا. سددوا أي إلزموا السداد وهو الصواب، إصابة السنة وموافقة الهادي من غير إفراط ولا تفريط. وقاربوا أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل والأتم فعملوا بما يقرب منه. وأبشروا بثواب الله: يا أهل السداد ويا أهل المقاربة، كل منهما مبشر
بثواب الله سبحانه وتعالى، وأهل السداد أعظم أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. قال: واعلموا أنه لن ينجو أحد بعمله، أي مهما كان عملك صالحا سدادا على الهدي فلا تركن إليه، ولكن عليك أن تركن إلى الرحمة، رحمة الله عز وجل، ترجو رحمة الله وأن يتغمدك الله سبحانه وتعالى برحمة منه وفضل. قال: لن ينجو أحد بعمله. قالوا: ولا إياك يا رسول الله. قال: ولا إياي إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فإنه ذكره في سياق أمره لهم بالاقتصاد، قال: سددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله، وقال: إن هذا الدين متين، وإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد تبلغوا. فنفى بهذا الحديث ما قد تتوهمه النفوس من أن الجزاء من الله عز وجل على سبيل المعاوضة والمقابلة، كالمعاوضات التي تكون بين الناس في الدنيا، فإن الأجير يعمل لمن استأجره فيعطيه أجره بقدر عمله على طريق المعاوضة، إن زاد زاد أجرته وإن نقص نقص أجرته، وله عليه أجرة يستحقها كما يستحق البائع الثمن. فنفى صلى الله عليه وسلم أن يكون جزاء الله وثوابه على سبيل المعاوضة والمقابلة والمعادلة. والباء هنا كالباء الداخلة في المعاوضات، كما يقال: استأجرت هذا بكذا وأخذت أجرتي بعملي. وكثير من الناس قد يتوهم ما يشبه هذا، وهذا غلط من وجوه. ثم ذكر رحمه الله تعالى وجوها خمسة، ثم قال: فتبين بهذا الحديث أنه لا بد من عفو الله وتجاوزه عن العبد، وإلا فلو ناقشه على عمله لما استحق به الجزاء. قال الله تعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، إلى قوله: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وإذا تبين ذلك أفاد هذا الحديث ألا يعجب العبد بعمله، بل يشهد نعمة الله عليه وإحسانه إليه في العمل، وأنه لا يستكثر العمل، فإن عمله لو بلغ ما بلغ إن لم يرحمه الله ويعفو عنه ويتفضل عليه لم يستحق به شيئا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وبهذا نأتي إلى خاتمة الكلام على هذا الكتاب النافع الماتع المفيد. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وأنبه إلى أن الدرس يتوقف إلى أول يوم من شهر صفر بإذن الله سبحانه وتعالى، وستكون القراءة بإذن الله سبحانه وتعالى في مختصر صحيح الإمام مسلم للمنذري رحمه الله تعالى. ونسأل الله لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.